مع استمرار حملة عاصفة الجزيرة ضمن المرحلة الثانية، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي من تحقيق تقدم استراتيجي ومهم في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، حيث حررت قصد بلدة الدشيشة بشكل كامل من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباكات عنيفة جرت مع التنظيم وعمليات القصف المرافقة لها، فيما يجري تمشيط المنطقة من قبل القوات والتحالف الدولي. ومن بين المواقع التي حررها قسد كازية أبو مصعب وقرى كشكش جبور وخويبرة وتل الشعير وخربة الشعير والعديد من المزارع المحيطة بهذه القرى، إضافة إلى تحرير العديد من العوائل الذين كانوا يستخدمون كدروع بشرية من قبل داعش. وبذلك تقلصت سيطرة التنظيم في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة ومن الجيب المحاذي لها في ريف دير الزور الشمالي، تزامنا مع ارتفاع أعداد المناطق التي سيطرت عليها قسد إلى أكثر من 22 قرية ومزرعة وتلة خلال حوالي أسبوعين من المعارك، بينما أوقعت المعارك المزيد من الخسائر في صفوف التنظيم، ارتفع إلى 49 على الأقل منذ بدء الاشتباكات في المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات لصحيفة الشرق الأوسط أنه وبالنسبة لقسد فإن التركيز حاليا على عملية ما بعد التحرير لجهة وجوب تقديم الدعم النفسي لأهالي المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، إضافة للشروع في تأهيل البنى التحتية.